الولايات المتحدة الأمريكية نشرت معلومات استخبارية خطيرة عن تعاون وتحرك سري إيراني تجاه روسيا من أجل تطوير الطائرات المسيرة الدرونز الإيرانية في الداخل الروسي. في معلومات مثيرة للغاية طبعا، هي كلها نشرت على الوول ستريت جورنال يوم أمس، وهي التي جاءت طبعا وأكدت تفاصيل سبق وأن نشرت من قبل اي تي في نيوز في 23 من يناير الشهر الماضي من هذا العام تحديدا. التفاصيل التي نشرت من قبل الوول ستريت جورنال هي أكدت وتحدثت بأن كان في 5 يناير الشهر الماضي كان هنالك وفدا إيرانيا رفيع المستوى متخصص في صناعة الطائرات المسيرة ذهب مباشرة من إيران إلى روسيا في ذلك التاريخ، وذلك من أجل زيارة موقع اتفقت فيه ومن خلاله إيران وروسيا في نوفمبر من العام الماضي اتفقوا على إنشاء مصنع لصناعة الطائرات المسيرة الإيرانية في الداخل الروسي، وذلك لكي تتفادى روسيا وتتفادى إيران الحرج بأن إيران ترسل الطائرات المسيرة مباشرة إلى روسيا وطبعا تستخدمها في الداخل الأوكراني. وبالتالي الموقع الذي زارته مباشرة إيران وهذا الوفد بحسب هذه المعلومات التي نشرت هي تأتي في هذه المنطقة التي ترونها، وهي جمهورية تترستان في إحدى البلدات الصغيرة هناك، وهي بلدة يالابوجا التي تأتي هنا بهذا الاتجاه إلى شرق موسكو. هنا موسكو إلى شرقها المدينة تأتي على بعد 600 ميل أي تقريبا 965 كيلو مترا يأتي الموقع المتفق عليه من أجل أن يكون هذا المصنع للطائرات المسيرة موجودا فيها. وطبعا الاتفاق هنا يأتي على أساس أن هذا المصنع ستكون فيه عملية إنتاجية مهمة للطائرات المسيرة تأتي إلى 6000 طائرة مسيرة من طائرات شاهد 136 المفخخة، بل إنهم لن يعتمدوا على الطائرات نفسها وينتجون نفس الطائرة بالضبط كما تنقلها إيران مباشرة إلى روسيا وتستخدمها في أوكرانيا، لأنهم لاحظوا بأن هذه الطائرة المسيرة لديها عيوب. هذه الطائرة عندما تهاجم الأوكرانيين فهي بطيئة، تصدر صوتا صاخبا للغاية، صوت عالي للغاية، وفي نفس الوقت بأنها تطير على مستوى منخفض مما ساعد الأوكرانيين تماما في التأقلم بسرعة على مستوى التصدي لهذه الطائرات المسيرة ويحققون نسبة عالية من هذا التصدي. فعلى سبيل المثال إذا ما ذهبنا لعدد من المقاطع لهذه الطائرة المسيرة، مثلا هنا في أوديسا في إحدى اللقطات ستلاحظ أن الطائرة بطيئة قريبة، تستطيع أن تراها، أنت قادر بأبسط الأسلحة أن تضرب هذه الطائرة المسيرة، وكذلك صوتها العالي والصاخب الذي مباشرة يعطيك فكرة بأنها تحلق فوقك، وبالتالي من السهل جدا عملية اصطياد هذه الطائرة المسيرة. وما يفسر ضعف هذه الطائرة المسيرة الآن كما اعتاد عليها الأوكرانيين آخر هجوم وآخر ظهور لهذه الطائرة المسيرة، نتحدث عن 24 طائرة مسيرة استخدمتها روسيا في 26 من يناير، 24 طائرة 100% منها قد سقط. تمكنت وزارة الدفاع الأوكرانية طبعا والقوات الأوكرانية من عملية إسقاط جميع هذه الطائرات، وبالتالي نوعا ما فعالية هذه الطائرات الآن قد فقدت في الحرب الروسية الأوكرانية وليست كما بدأت، هي لم تعد فاعلة وقوية منذ أو مثل البداية التي بدأتها الكبيرة طبعا في الحرب الأوكرانية، ولذلك الأمور الآن اختلفت. كذلك من التفاصيل التي نشرت من الوول ستريت جورنال حول هذا المصنع، فإن هذا المصنع يأتي من ضمن اتفاق مالي وتعاون عسكري كبير بين روسيا وبين إيران تصل قيمته إلى مليار دولار. وأكدت هذه التفاصيل أيضا كما نشرتها الاي تي في نيوز بأن هنالك 350 مليون دولارا قد دفعتها روسيا إيران مقابل الطائرات المسيرة من شاهد 136 التي أرسلتها حتى الآن والتي تستخدمها وستستخدمها أساسا في الداخل الأوكراني في ترقب لضرب المزيد من البنى التحتية طبعا الأوكرانية. وأيضا الهدف من هذا المصنع بعد تطوير هذه الطائرة المسيرة من شاهد 136 هي عملية إرباك الدفاعات الأوكرانية وتحقيق المزيد من النجاحات التي يبحثون عنها بكل تأكيد. وبالتالي هنالك شراكة كبيرة تأتي بين إيران
إيران وبين روسيا في ظل هذه التفاصيل. قد شهدنا الشهر الماضي على سبيل المثال مسألة مهمة جدا وهي إرسال روسيا لإيران طائرات السوخوي 35 وبأن هنالك طيارين إيرانيين قد تدربوا في الداخل الروسي. أيضا شهدنا مسألة الترابط البنكي وتوقيع عقد مهم بين إيران وبين روسيا لكي تترابط البنوك فيما بعضها البعض والتخلص من العقوبات الغربية وبأن الغرب لن يتمكن من الدخول في هذه المسألة. طائرات المسيرة، الصواريخ البالستية، تعاون على مستوى عالي، وطبعا مسألة الشراكة الدفاعية بين إيران وبين روسيا حذرت منها الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك بريطانيا في ديسمبر من العام الماضي، ويبدو بأننا دخلنا على مسألة العملي وعلى مسألة التطبيق العملي من خلال هذا الوفد الرفيع المستوى الإيراني الذي ذهب الشهر الماضي إلى الداخل الروسي، وبالتالي هذا المصنع ممكن أن يصل إلى واقع وإلى حقيقة. سنرى ما الذي سيحدث مع هذه المعلومات الاستخبارية المهمة، ولكن هذا الأمر جعل وهذه التطورات جعلت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحسب الاي بي سي نيوز الأمريكية كما نقلت من زيارته إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحدى المواقع الإعلامية أو الصحف الإعلامية أو الوكالات الإعلامية، قام بعملية مقابلة وقال بأنه بدأ بعملية دراسة إدخال الآيرون دوم ألا وهي القبة الحديدية الإسرائيلية، يريد إدخالها في أوكرانيا لكي يحمي أوكرانيا من الهجمات التي تأتي من روسيا تحديدا. وهذه تحقق مسألتين بالنسبة لبنيامين نتنياهو، أولا بأنه سيختبر القبة الحديدية في مواجهة أنواع طائرات المسيرة الإيرانية حتى أن طورها الروس واستفاد منها الروس وكذلك الصواريخ البالستية الإيرانية إن وجدت طريقا إلى روسيا ودخلت فعلا بحسب كل التقارير الغربية التي وجدناها القبة الحديدية ستكون حاضرة في هذه المعركة. والأمر الثاني المهم بأن واضح جدا بأن إسرائيل تحاول التقرب أكثر للولايات المتحدة الأمريكية التي قد تجد مثل هذه المنظومة إن دخلت بحسب هذه التفاصيل والدراسة والنظر من قبل نتنياهو في هذه المسألة ستجعل الولايات المتحدة الأمريكية نوعا ما أقرب إلى إسرائيل، خاصة وأنها لا تواجه فقط روسيا الآن على مستوى أوكرانيا بل أنها بدأت تواجهها في الشرق الأوسط. فروسيا لديها اتفاقية استراتيجية مهمة وطويلة المدى مع إيران وكذلك اقتربت كثيرا مع المملكة العربية السعودية مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بينما المملكة العربية السعودية كانت على خلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية. الروس موجودين أساسا في سوريا ومسيطرين على البحر المتوسط من الكثير من الاستثمارات، بل إن أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بغداد يوم أمس وبدأ يتحدث عن العديد من الأمور والشراكات مع العراق. واحدة من أهم هذه الشراكات هي على مستوى الطاقة والاستثمارات في نقطة الطاقة وفي هذا المجال المهم للغاية. هو نفس الأمر الذي جاء من أجله قبل أسابيع قليلة بريت ماغورغ على رأس وفد أمريكي يتحدث أيضا عن مسألة الطاقة. الألمان سيمنز أيضا كانوا يريدون الدخول على مسألة الطاقة من أجل قطع الطريق على روسيا، وهذا قد يعني بشكل غير مباشر بأن على العراق الحذر تماما من الاستثمارات الروسية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تضع المزيد من الملاحظات في ظل أن العراق أساسا لديه مشكلة في مستوى الدولار ودخوله إلى إيران وإلى سوريا. البنك الفيدرالي الأمريكي لديه إجراءات على العراق، سعر صرف الدولار قد ارتفع، قد تعني أي استثمارات وأي تعاون على مستوى الطاقة قد يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنزعج بشكل أكبر وقد يضع ضغطا أكبر على العراق. الحذر الحذر مما قد يكون قادما من هذه المسألة. ولكن بشكل عام الروس يواجهون الولايات المتحدة الأمريكية، يواجهون الغرب بشكل كبير، وهذا ما يفتح الباب لإسرائيل أن تستفد من شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة مسألة ومحاولة التوجه لضرب المفاعلات النووية الإيرانية، في ظل أن إيران الآن في الولايات المتحدة أن تضرب إيران مباشرة المفاعل النووي وأنها اقتربت من القنبلة النووية، وبأن الولايات المتحدة أساسا غاضبة على إيران بسبب تدخلها في الحرب الروسية. وأيضا تعلم إسرائيل أن هذه الطائرات المسيرة أن تطورت مع الصواريخ البالستية يعني أنها ستشكل أيضا خطرا عليهم كما هم يجدون في الشرق الأوسط ليست في هذه المنطقة، وبالتالي ها أنت أمام معركة كبيرة تجري في هذه المنطقة. الولايات المتحدة في مرحلة استنفار وانزعاج كبير جدا تضغط على الجميع
في ظل إبقاء الضغط عاليا ليس فقط على إيران وإنما على روسيا بشكل مباشر. فالروس يتقدمون في شرق أوكرانيا بشكل مستمر، وعندما نتحدث عن شرق أوكرانيا التقدم يأتي في دانييتسك وتحديدا في باخموت إلى جنوبها، بل إلى شمال باخموت أيضا هنالك تقدم مثير. الآن إذا ما ذهبنا بالقمر الصناعي إلى باخموت بسرعة لكي نرى ما الذي جرى هنا، فأنت ستلاحظ بأننا هذه هي باخموت، هنا كوستانتينيفكا وسلوفيانسك وكراماتورسك طبعا بهذا الاتجاه. إذا ما توقفنا هنا قليلا فأن الأوكرانيين بشكل عام وكما هو معروف هم يسيطرون على جميع هذه المناطق، هم موجودين في جاسفيار، موجودين طبعا في باخموت، تقريبا 4 إلى 6 أروية تدافع عن هذه المنطقة. بالنسبة للقوات الروسية هي طبعا تحاصر باخموت من عدد من الاتجاهات، تقوم بمهاجمة الخط بالكامل هنا. والتطور الجديد بالنسبة للقوات الروسية الذي جاء مؤخرا طبعا بأنهم قد وصلوا ببساطة من هذه المنطقة إلى كليتشيفكا، ووصلوا في نهاية المطاف إلى ستابوتشكا، وقطعوا تماما الطريق الذي سترونه الآن وهو الطريق الذي يمتد من باخموت إلى كوستانتينيفكا، بل إنهم أصبحوا يوجهون ضربات مدفعية وصاروخية على جاسفيار، وبالتالي أصبحت جاسفيار في مشكلة حقيقية، أن حتى الطريق الممتد بهذا الشكل من كوستانتينيفكا إلى جاسفيار أصبح أيضا مغلقا. التطور الجديد الذي تحدثت عنه عددا من الصحف وهي الميليتري لاند على سبيل المثال، واحدة من الوكالات المهمة، بأن الطريق الممتد من باخموت مباشرة إلى سلوفيانسك الآن يتعرض إلى خطر كبير من القوات الروسية تحديدا، وممكن في أي لحظة يسقط هذا الطريق عسكريا وتحاصر كل القوات الموجودة الأوكرانية في هذه المنطقة. هذا كله كان واضحا نوعا ما من عملية وفيديو ومقطع للقوات الأوكرانية وهي تنسحب. إذا ما اتجهنا إلى شمال باخموت هنا ستلاحظ بأن هذا هو شمال باخموت، لنقترب من هاتين المدينتين، نتحدث على كاراسناغورا وكذلك باراسكيفكا بهذا الاتجاه. وبالتالي في هذه المنطقة تحديدا ما هو التطور الذي جاء؟ بأن قوات فاغنر تحديدا، هذه القوات المهمة التي تحقق كل هذه النتائج، قد سيطرت على هذا المصنع الذي ترونه هنا بهذا الشكل، وأيضا هي توجه ضربات لهذا المنطقة وهي باراسكيفكا بهذا الاتجاه، وأيضا أن هنالك ضربات مستمرة وضغط وحرب شوارع تجري في كاراسناغورا. وبأن التطور والحديث بأن هنالك مقطعا كما تحدثنا للجنود الأوكرانيين وهم نوعا ما ينسحبون من هذه المنطقة، دعونا نلقي نظرة على هذا المقطع قليلا لكي نرى فعلا هل أن هنالك انسحاب أم لا. هذه هي الصور التي صورت في 24 ساعة الماضية لعدد من الجنود الأوكران. لاحظ في الجهة البعيدة معركة كبيرة تجري هنا، كما تلاحظ بأن هنا تصوير لشارع عام وبأنه مترجل هذا جندي على ما يبدو من طبيعة التصوير الخاص به في هذا الطريق وهو يصور جسر، وذلك عدد من العلامات التي سنستفد منها طبعا لتأكيد هذا الموقع. وها هم الجنود الأوكران ينسحبون بهذا الاتجاه بأخذ هذه العلامات قليلا فقط لنؤكد النقاط التي نتحدث عنها الآن. ودعونا هنا نأخذ هذه العلامات، سنلاحظ بأننا أمام عدد من الأمور المهمة، بأننا أمام طريق يأتي بهذا الشكل طبعا، منطقة واضحة جدا، نتحدث عن جسر هناك مرتفع هو طريق واضح جدا، وبأن يأتي جسر هنا سيساعدنا في معرفة هذه المنطقة. وأيضا نحن أمام نقطتين هنا قد تكون مفيدة أيضا في معرفة هذا الموقع، وبالتالي نوعا ما أصبحنا أمام عدد من العلامات التي ممكن أن تساعدنا هنا. بالتفاف الكاميرا كان هنالك نوع من الممر أو ممر المياه الذي يأتي في هذه النقطة تحديدا، هي مسألة مهمة أيضا نلاحظها. ومع الالتفاف الكامل لهذه الكاميرا سنلاحظ بأننا أمام عامودين هنا كما تلاحظون بشكل مميز، وأيضا هذا هو الطريق الذي كانت تنسحب منه طبعا القوات الأوكرانية. وبالتالي هذه العلامات التي سنركز عليها في القمر الصناعي من المنطقة التي نتحدث عنها ألا وهي باراسكوفيفكا. وبالتالي دعونا نقترب الآن ونبحث عن الجسر الذي تحدثنا عنه. أين هو الجسر؟ عند الاقتراب هنا سنلاحظ بأننا أمام الجسر أول وجسر ثاني. هذا الجسر دعنا نركز عليه ونتجه إلى الشمال قليلا بهذا الشكل لنجعل الجسر مقابلا لنا. وبالتالي بالتوقف في هذه المنطقة سنلاحظ بأننا أولا عند الاقتراب ستلاحظ بأنك أمام نقطتين وعلامتين، هذه النقاط والعلامتين التي لاحظناها إلى يمين الطريق وهي تؤكد لنا بأن
أننا على ما يبدو قريبين للغاية من النقطة والمنطقة التي تحدثنا عنها، وبالتالي ها هو الجسر الذي تحدثنا عنه، هذه هي العلامتين، وهذا هو الطريق، وهذا هو الطريق الملتف بهذا الشكل، شكل مميز واضح طبعا، وهذا هو ممر المياه الذي يأتي من تحت هذا نوعا ما المنخفض لكي تمر فيه المياه. والسؤال هنا أين هو العامودين التي لاحظناها؟ لازلنا لم نرى شيئا. إذا ما اتجهنا إلى جنوب هذه المنطقة إلى أسفل هذه الصورة سنلاحظ هذه الأعمدة من خلال الظل الخاص بها، وهي نقطة مهمة للغاية لتأكيد عملية الانسحاب الأوكراني من باراسكوفيفكا. وبالتالي ستلاحظ هنا نحن أمام فعلا على ما يبدو هذين العامودين بتعديل الصورة قليلا بهذا الشكل، وكأننا نحن الجندي الأوكراني الذي لاحظ هذه الملاحظات. أنت ستلاحظ بأنك أمام هذين العامودين، طبعا هذا هو الظل يوضح بأننا أمام العامودين، وهذه النقطة على ما يبدو التي انسحب منها الجنود الأوكران، وهي تؤكد فعلا بأننا أمام انسحاب من الجنود الأوكران من باراسكوفيفكا، وهذا يعني بأن الأمور بدأت تختلف بالنسبة لباخموت. التوقف هنا هو يعني بالنسبة للقوات الأوكرانية ببساطة بأنها أصبحت في مشكلة حقيقية، ستفقد السيطرة على هذه المنطقة بالكامل، وستصبح هذه المنطقة كلها تحت الضغط الروسي. وأساسا بانسحابهم من هذه المنطقة هو يعني بأنهم بدأوا يحاولون أن يستغلوا هذه المدن لتشكيل خط دفاعي آخر لمواجهة الروس، وبالتالي شيئا فشيئا هذه المنطقة على ما يبدو بأنها ستسقط. وأساسا شمال باخموت بحسب معهد دراسات الحرب وبحسب كذلك تفاصيل مهمة للغاية تأتي إلى شمال باخموت من الميليتري لاند توضح بأن هنالك تقدما مهما للغاية يأتي من قوات فاغنر، بدأت يوم أمس بهجوم كبير على المدينة أساسا. وتحدث قائد فاغنر كما نقلت العرب نيوز اللندنية بأن هنالك مسألة تقدم كبيرة تأتي إلى شمال باخموت، وأن هنالك معارك كبيرة، هنالك مقاطع مهمة جدا لهذه المعارك. إذا ما ألقينا نظرة عليها الآن، واحدة من الصور لتصوير أوكراني من قبل طائرة مسيرة، ودعونا نلقي نظرة على هذه الطائرة المسيرة وهي تصور قوات فاغنر وهي تدخل إلى إحدى النقاط المهمة وتمشط طبعا المناطق التي قد قصفوها وقصفتها قوات فاغنر وسرية فاغنر. وكما تلاحظ هنا الأوكرانيين بعد رصدهم لهذا الموقع قاموا بتوجيه هذه الضربة. إذا دعونا الآن نأخذ هذه العلامات لكي نحدد، لأن هذه العلامات ستحدد ليست فقط مسألة أن القوات الأوكرانية تمكنت من ضرب قوات فاغنر، لا أبدا، ولكن إنها ستحدد لنا مسألة مهمة للغاية، ألا وهي بأن قوات فاغنر موجودة في هذه المنطقة. إذا ما حددنا هذه النقاط وبسرعة سنلاحظ من هذه الصورة التي تبدو غير واضحة من التصوير بسبب الأجواء بسبب طبيعة الكاميرا، هذا هو السياج الخارجي لهذه المنطقة، مبنى كبير طبعا، كما نلاحظ مبنى آخر واضح بهذا الشكل، وأيضا مبنى آخر في هذه النقطة، وهنا مبنى واضح طبعا من السقف الخاص به طبعا، وأيضا نحن أمام نوعا ما مبنى مدمر بهذا الاتجاه، هو المبنى الذي على ما يبدو كانت تدخل من خلاله هذه القوات وقوات فاغنر، ونحن أمام سياج آخر يأتي بهذا الاتجاه مع عمود ليس واضحا نوعا ما ولكنه سيفيد طبعا. هنا شارع، هنا شارع، هذه قد تكون علامات كافية بالنسبة لنا عندما يتحدثون عن شمال باخموت. وأيضا بعد الضربة وبعد القصف ابتعدت الكاميرا نوعا ما وقامت بزوم آوت وكشفت لنا العديد من المواقع الأخرى. هذا هو المبنى الذي تبقى، هذا هو المبنى الثاني الذي حددناه طبعا، توضح بأن هنالك سياجا وهذا يعني بأننا أمام سياج آخر هنا، وأيضا بأننا نوعا ما توضح لنا بأن هنالك منعطف وهذا يعني بأن هنالك تقاطعا في هذه المنطقة وبأن العمود الآن مغطى بالدخان الذي تحدثنا عنه. دعونا نتجه إلى شمال باخموت الآن لكي نحدد هذه المنطقة وهل فعلا فاغنر قد تقدمت بهذا الاتجاه. إذا ما اقتربنا فإن هنالك الكثير من التقاطعات هنا، ولكن واحدة من النقاط التي تأتي بهذا الاتجاه إذا ما حاولنا الاقتراب منها قليلا ونأخذ صورة أوضح نوعا ما، فهي أكثر النقاط التي تتطابق مع الصور التي جاءت من طائرة المسيرة الأوكرانية والاستهداف الذي جاء. هذا هو المبنى الكبير وهذا هو المبنى الآخر الذي كان واضحا لنا، وأيضا هذا هو المبنى الآخر الذي كان واضحا. المبنى الآخر الذي حددناه ليس واضحا ولكن
واضح بأن هنالك مبنى نوعا ما موجودا هنا طبعا، وأيضا هذا هو المبنى الآخر المدمر الذي ترونه بهذا الشكل الذي كان ليس واضحا بالنسبة لنا، وأيضا هذا هو السياج، سياج آخر، العمود واضح من خلال الظل الخاص به، وهذه هي الانعطافة في الطريق ونحن أمام تقاطع، وبالتالي كل شيء يتطابق وواضح أن المبنى الذي ضرب هو هذا المبنى تحديدا، وأن الضربة كانت كبيرة، وتوضح ببساطة بأن قوات فاغنر فعلا، سرية فاغنر الروسية تحقق نجاحا، تقطع الطرق، تحاصر باخمود بشكل مستمر، وهي تستفد من كل شيء، هي لن تتوقف في هذه المعركة. وعلى هذا الأساس بالنسبة لهذه القوات المهمة للغاية الوحيدة التي تحقق هذه النتائج، اخترقت هذه المنطقة، اخترقت هذه المنطقة كما حددناها، سيطرت على أوبتنا تحديدا هنا بهذا الاتجاه، وأصبحت متواجدة وبدأت تضغط على هذه المنطقة تحديدا التي لا زالت القوات الأوكرانية تتواجد فيها. وأهمية هذه المنطقة أساسا أن هنالك مبنى حكوميا يأتي في وسط هذه المدينة تقريبا هنا، إذا ما تمكنت القوات الروسية من الوصول لهذه المنطقة فستعتبر ضربة كبيرة جدا للقوات وللألوية الأوكرانية المدافعة عن هذه المنطقة. ننتظر ونرى ما الذي سيتطور من هذه التطورات المهمة للغاية، وبالتالي أسرار كثيرة، معلومات استخبارية كثيرة، وتطورات على الأرض مثيرة تزعج الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا.